تصنيف اهوا والاقابيع اهوا والتنويش اهوا البريك اهوا والشربه اهوا الحوت اهوا كافتاشي اهوا الحلو اهوا والزيت اهوا هذا المطلوب اهوا 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 خلك 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 يا اهلا بينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من شهوه رمضان. شهوه رمضان اللي تشوفوها كل يوم الاربعاء متاع العشيه على نسمه جديده. واليوم جبت لكم دو غسيت بنين على الاخر، نعرف فدينا من الكوجينه ومعاش عينا في التصنيف ونحبوا حاجه في ساعه تحضر وكذا كذا كله. دونك اليوم جبنا بلاتو كالطاجين، هو يتعمل بالبطاطا اللي تكون مقليه ومعاها فاخس الحشو اللي عندكم حاسيلو. ما تكسروش رؤوسكم برشا، اتوا انا باش نعطيكم نوع ومن بعد نعطيكم هكا شويه افكار نجموا يكونوا في وسط هالوصفه هذيا نتاعنا. وفي السكري باش نعملوا حاجه ما قلت لكم حضر في حلو العيد، دونك اليوم باش نعملوا السابلي تنويشه هكا بالبنة. اليوم باش نبداو بالسابلي. علاش السابلي؟ على خاطر توا قرب العيد، دونك انتوما بيتكم نعرف باش تخموا اكثر في لي غوزيت سكري اكثر من لي غوزيت سالي. دونك على هذيك باش نبداو، اول حاجه باش نعملوها هي السابلي. باش نوريكم كيفاش يجي مبسس قرموشه، كيفاش يجي منظره مزيان، المول اللي انا نستعملها باش يجيني منظره مزيان، اسكو يرتاح ولا لا، لي ديتاي الكل باش يجيكم سابلي يعمل الكيف. وما تسحقوش كان في رمضان والا في العيد، تسحقوا له حتى في سير الايام، ديما حاجه معموله في الدار يكون عندها نكهه اخرى. على هذيك باش نبداو اول حاجه بالبات نتاعنا. دونك هوني باش نعطيكم لا غوسيت سامبل افيكاس، مانيش باش نجيبو برشا قربج وبرشا حاجات، حاجتين لازم عندنا الفوايه هذايا الكتريك باش يعاوننا باش يجي السابلي نتاعنا خفيف والكل، خاطر لازمنا التكستور توا نتاع جديده كي باش نعملوها تكون مستبيضه شويه، هي السكر غلاس. دونك هات نبداو بشويه بشويه توا تشوفوا الاجواء. هنا شنو عندنا؟ اول حاجه باش نبداوها هي جديده باش ناخذوا مقدار 250 غرام. دونك البو هذا الكل اللي هو دونك البو هذا الكل اللي فيه 250 غرام باش نحطوه الكل، ولازم تكون بيضه سورتو. فوالا باش نركضوها بالكدي توا حتى كشي تتحل لك الجديده الكل، وبعد باش نزيدوها السكر غلاس. راهو باش يجيكم السابلي غيوسي ناجح والروسيت نتاعو ناجحه ويجيكم هشوش وبنين، ليتاب هذيا لازمها تكون موجوده، لازم تكون موجوده، لازم هكا نركضوها بالكدي بالكدي. في المرحله هذيه تويكا بدا يستبيض شويه الخطوي نتاعنا، دونك هنايا باش نزيدو 125 غرام سكر غلاس. كالعاده ننصحكم نصيحه لوجه الله، سورتو في الحاجات السكري لازمكم توزنوا، ولازمكم توزنوا سورتو قبل ما تبداو الرسيت نتاعكم، معناتها لي زانغريديون الكل يبداو حاضرين من الاول باش ما تنساو حتى حاجه وما تغلطوا في حتى شيء. في المرحله الثانيه اش باش نعملو؟ باش نحطو كابتشين عظم، لازمهم يكونوا درجه حراره الغرفه. علاش؟ باش يدخلوا في وسطك الميلانج نتاع الجديده ونتاع السكر غلاس والكل. دونك باش نحطو بالكعبه ونرفع. الكونتيتي اللي انا قاعده نخدم بها توا نتاع 500 غرام فارينا اللي هو ورطه الفارينه. كي باش تعملوا اكثر ديما لا كونتيتي، مثلا كيلو فارينه لا كونتيتي فوا 2، معناتها في عود باش تستعملوا كابتشين عظم يوليو 4 كعبات عظم، في عود باش نستعملوا قد 125 غرام سكر محاور يولي 250 غرام، هكاك معناتها توليو الكونتيتي فوا 2. هنايا توا باش نبداو نحطوا سكر فاني باش نحك الصفوريه نتاع العظم. هوني عندي الفارينة باش نحط لها شوية ملح، نحط شوية من الأول نركضها، نزيد شوية ثاني، ومن بعد شوية ثالث على ثلاثة مرات. بدايتنا باش نلمو كلبات نتاعنا هذيكا، ديجا هكا الملمس نتاعها هبيل هبيل، وهذايا بات نتاعنا
امورها مليق. لا اوكي انا اليوم ام متحوسه، شنو رايك بيه جبتي ولا مش بيه؟ هي كالعاده بالدكان تلقاوه في طريق المرسى. كان تحبوا امشيوا وعم بطلع على انستغرام تاعهم ولا فيسبوك، الدكان تلقاو برشا موديلات يمشيوا مع الاذواق الكل. اما انا اليوم بلوس كحوسه والكل لازمها جبيبه هكا وفازيت، شو باش نعملوا توا؟ باش نغسل يدي ونحط هذايا ترتاح شويه هكيكا 30 دقيقه هكيكا، ومن بعد نرجعوا لها باش نبداو نشكلوا فيها ونطيبوا السابلي نتاعها. شفتوا مسالها سهله ولا مش سهله؟ سهله وبنينه. علاش؟ على خاطر طريقه التنويشه، على خاطر التنويشه ديما تسهل علينا هكا ولا ليه؟ البات نتاعنا خرجت بردت بالكدا. اما شنو ممنوع اللمس؟ اش معناها ممنوع اللمس؟ لازم نشمسوها برشا خاطر بالتمبيراتور نتاع ايدينا والكل بال بال بالمسال تولي ياسر 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 سائله، دونك خاط فيها برشا جديده وكل. باه اش باش نعملوا احنا توا؟ باش نجيو هنايا باش ناخذوا شويه دو بريفيرونس نعاودوا نرجعوها للفريجيدير، ريت مانيش باش نحركها برشا. راه هوني اش عملت؟ حضرت لي زانغريديون تاعي قبل ما متطلبات اللي باش نستعملهم قبل ما نخرجها من الفريجيدير. هوني خديت بابيي كويسون باش نحطو على زول، كما قلت لكم مانيش نمسها برشا ومنخاف، لا مش نخاف باش ما تلصقليش في وسط البلان دو طرافاي. دونك نحط فرشه الفوق وفرشه لوطه، ومن بعد جوست نهزك البابيي كويسون ونحطو. تنجم تحطو سيلوفان زيدا، بابيي كويسون ولا سيلوفان. هوني باش نبدا قلت لكم الباد ديجا ماذا بينا نزيدو نخليوها ترتاح اكثر باش تبدا معانا امورها مليحه. خط فيها برشا ماتيال غاز دونك نسيسوها. بيكوني اوبا الفرن تاعي ديجا يخدم تويكا، ونبدا نحل لك البات تاعي نتاع السابلي. باه باش نزيدكم حاجه اخرى، مثلا كان عملتوا كونتيتي كبيره وحسيتوا روحكم اللي هي معناها البات انتم تعبتوا ما تنجموش تكملوها، تنجموا حتى على نهارين معناتها تحطوها جوست في الفريجيدير تخليوها ترتاح وتستعملوها. فازة اخرى زيد نعملها، نجموا كان قعدت لكم كونتيتي باهيه والكل تعملوها دي بودان وتدخلوها للكونجيلاتور. نهار اللي حاجتك هكا مثلا غوتي للصغار ولا تحب ماذا بيك تو طاجن فرد مره وتحط، ومن بعديك جوست تقسمهم تجبد هكايا وتقسم وتحط في الفوق. شفتوا توا البات نتاعنا كيفاه؟ نجموا نزيدوا نحلوها شويه. هنايا لاسوس نتاعي شنيا؟ ساعات كي يبدا هكا مانيش مزروبه بالوقت وكل شيء، ناخوها البات كما هي كما وريتكم توا التكستور نتاعها، نعملهم ونحطهم في الفريجيدير كيكا 15 دقيقة 20 دقيقة، ومن بعد ندخلهم للفور باش يقعدوا محافظين على الفورمة نتاعهم هذيكا ما ينفجوش ولا ما يتبدلش الفورمة نتاعهم. دونك يقعدوا كيما انا عملتهم بالضبط. والسابلي حاجة أخرى زيادة اللي ما يجيش لونه غامق، اش معناها مستحمر معناتها كيما البشكوت والكل، لازم لونه يكون أبيض كيما كعك الورقة، مش معناتها ني، أما لازم يكون طايب، أما ما يوصلش اللي هو يولي أحمر معناها. دونك ساعات الفور يعملها فينا اوكي يتعمل احمر على جنب. دونك هذوما تمشيو حتى لل مارشي والكل يبيعوهم معناها المول هذوما يبيعوهم تلقاهم. حاجه نهز بها باش نبدا نحط في البلاتو نتاعي. ديجا حضرت البلاتو، حضرت انا السابلي نتاعي الكل، ركحت له اموره. دونك خديت الكعبه الكبيره، خليت معناتها كعبه ماهيش منقوبه والكعبه الاخرى منقوبه، هذيك عملتها بالدوي نتاع الكريم شانتي هكاك باش تكون كعبه بيرفوري وكعبه تكون هي الباز اللي باش نحطوا عليها المعجون. دونك توا الفورني الاولى خرجت خليتها تبرد، لازمكم تخليوها تبرد بالكدا. دونك لاسوس نتاعي اللي لازم قبل ما يدخل للفور لازمكم تخليوه شويه في الكونجيلاتور كيف ما قلت لكم قبيله، في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور. علاش؟ باش ما تجيش الكعبه مطرشقه هكايا من فوق وترتاح شويه معناها والكل. دونك كي تدخلوها بارده في الفور تقعد محافظه على نفس الديمونسيون نتاعها، حتى التكستور نتاعها تجي ليس ما تجيش منقبه هكا والكل. دونك هذايا سي تري امبورطون معناتها باش تعملوا لاستوس هذايا. تويكا انا حضرت الفرن الاولى خليتها تبرد، تويكا باش نحط نعمل لها المعجون، وهوني باش نستعملوا المعجون. جينيرالمون نعملوا معجون مشماش، دونك باش ناخذ هنايا معجون المشماش نتاع صبره، عندهم الكرموز عندهم الفخيز عندهم شو اخر سفرجل، عندهم برشا انواع. اما احنا نعرفوا معناتها كي نقولوا سابلي نقولوا معجون مشماش والا نبا. دونك هوني باش نستعمل هذا، ومن بعد باش ندخلوا شويه في السكر المحور باش تجي الكعبه مزيانه والكل. اما حاجه اخرى زيده هوني نحب نقول لكم على الكويسون نتاع كعبه الواح، شفتوها كيفاش لازمها تكون تقعد بيضه ما يلزمهاش، خاطر بطبيعتها شفت كي تبرد والكل تقعد هشوشه مبسه. دونك هكايا باش نحطهم توا مع بعضهم هكا
ويعطيوني حاجة ياسر 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 سمباتيك، حاجة سختو ديالي راهو متعوضوها بحتى شيء. حتى وانا نبداو باش نحطوا المعجون نتاعنا لو طون لي فورنيل الاخرين يخرجوا لنا لازمهم يبردوا. قولوا لي يا شكون اللي باش يعمل الحلو نتاعو في الدار وفي الحطان نتاع المعجون؟ بربي غير زيد استوس، لازمكم لازم الكعبة تحطوها في الوسط، تجي هكا شفتوها تحطوا برشة تكوموها هكية في شطر الكعبة الباز متاع البسكويت اللي في الكوتي خليه جوست شوية باش الكعبة تلصق فوق اختها. طو هذا كي باش يشيح باش يشدوا الكعبتين فوق بعضهم نحطوهم في الفريجيدير تو يشيح. دونك هنايا من بعد ما حطيت انا اكل المعجون متاعي والكل، دونك هوني باش نجي يا نحطوا معناتها كالشوكولا، والا انا الحقيقة جو بريفير بالسمو سكر غلاس ولا السكر المحاور، ونجي الكل نعمله بالسكر المحاور. دونك انا تو باش نمشي نكمل الكعبات الاخرين اللي قاعدوا، باش نشوف هكا نلقى شي اصله هكا كبار متاع جديده باش نحط فيهم السابلي متاعي، ونخليكم في الغوسات سالي ونتعديو للعشاء خفلف متاعنا. علاش عشاء خفلف؟ على خاطر تو سامبلومون مانيش نستحقوا فيه برشا حاجات باش نحطوه في الفور. انا راهو الفور عندي انا حاجه اساسيه في الكوجينه التونسيه، على خاطر بالحق يعاوني على الاخر بخلاف الاير فراير اللي حكيت لكم عليها المره اللي فاتت. دونك توا شنو باش نعمل هوني؟ باش نعملوا البطاطا نتاعنا العشاء هذيا فيسا يحضر ما شدش الوقت، في كين صوص وفي بطاطا باش نقليوها، ومن بعد باش نحطوا كل شيء من فوق بعضه هكايا ونعديوها للفور. تخرج حاجة عالمية بنينة على الاخر، نجمو نسميوها صينية بطاطس بايكزوم. باش نبداو اول حاجة باش نبداو باش نحطوا زيت جديدة ونخليو الزيت متاعنا يسخن لطون اللي قصينا البطاطا باش نعملوها دي غونديل هكايا. جبت لكم الآلة العجيبة متاعي، طلعتوها شنو هي الآلة العجيبة ولي؟ المندولين هذيا. باش تقولوا لي وين يبيعوا فيها؟ سير برش وين يبيعوا فيها؟ انا خذيتها من المارشي. دونك نجي هنا باش ناخذ كعبه البطاطا نتاعي وباش نعملهم دي غوندير فقدرت سهله، ونحط نكمل الباقي كيف كيف. دونك هوني هذه كيما اللازانيا، في بلاصه اللي احنا باش نحطوا الاوراق نتاع اللازانيا باش نحطوا بطاطا ونعملوا صوص فيها. هوني عندي شويه زدر نتاع الدجاج، ديما نحيروا زدر الدجاج شنو باش نعملوا بيه على خاطر يبدا شايح والكل. دونك تنجم تكون فكره من الافكار الزينه هذه البطاطا. خليني تويكا نملحها، حطيت شويه ملح تويكا، من ملحوش برشا امان كل عاده ديما نبه على الملح. هات نوريكم لاستوس، ما هو ذوكم اللي جماعة عرفتوهم اللي يعملوها هكا ويهربوه، كنت كيفهم أنا، ما أنا كنت كيفهم، وبعد لقيتك لاستوس كيفاه، تجي هنا تبدا تسرق بشوي بشوي، تحط كعبتين ثلاثة، وبعد زيد هكا في الحرف، زيد تسرق شوية، حتىكش تعمل كل هكا بلاصة، تحطهم هكا في الجنب، ومن بعد تبدا تفرق فيهم، فما راهو يتبعوا فينا كبار، وصغار، وديجا، والدنيا الكل. وحاجه تفرحني على الاخر على الاخر. دونك هكا اللي كيبدا عندي استوس وني هيلهم سورتو، نعرف برشا بنات باش تعرس هكا والكل، اما دخلها اللي معاها للكوجينه وهذاك يتسمى شنو؟ ستاج الوحش. دونك وقتها تبدا هكا توري فيها واعمل هكا وقد هكا ودرشني اي اليوم باش طيب انت شم، اي اليوم باش تعمل انت النواصب، وهي مسكنا تبدا تحدى تبدا هكا تتفنن. ماما شبيه هذا هكا كيما انا كنت قبل نعمل راه شبيه هذا هكا، ومن بعد عاد تولي لازمك طيب. ما فيهاش كلام معنا، اما بالحق ديما في رمضان نتعلم برشا حاجات. باش نجيب الساطور ونبداو نقصوا طروف جويدين. باش نعملوا اليوم التفويحه نتاعنا على مكسيكان. تعرف شنو على مكسيكان؟ هما شو يحطوا عندهم هما الكسبر هذاك الواحد، ويزيدوه يفوحوا برشا بالبابريكا، ويزيدوا معاها الكمون، وتجي بنينه على الاخر. يعملوا بها البوريتوس، يعملوا بها الفاخيتاس، يعملوا بها التاكوس، معروفين برشا حتى هما راهو عندهم نوع كيما الشاورما. هنايا توا باش نفوح الدجاج باش نحط فيه ملح، فولا هنايا عندي فلفل اكحل، وباش نزيد معاه الكمون، نحطوا شويه ثوم على هذا الكل توا، من بعد باش ناكل فوالا. الفازه الاخرى شنو توا فوتكم بالكلام؟ الفازه الاخرى نوع نتاع طاجين يعملوه ياسر في اسبانيا اسمه فريتاتا. الفريتاتا هذا كيما الطاجين اما يعملوه في المقله، يعملوا برشا بطاطا تقصوها فري ومن بعد يكعظم كيما الاومليت والكل، وتجي عاليه كيما الطاجين بالضبط. راه حتى ونحطوا كالدجاج نتاعنا توا اللي فوحناه،
حطوا معها شوية زيت. هوني الخضرة اللي عندك حطها، دونك هوني عنا فلفل، صل، كاغوت. وبيان سور كل ما نلقاو الفرصة باش نحطوا أكثر خضرة في الماكلة بتاعنا من غير ما نوصيك. يلا خلينا نحطوا هذايا فوق النار. نمشي نجيب المغرفة. المغرفة لازم تكونش بها، لازم تكون لوح باش شنو الطناجر نتاعنا ما يتقرقشوش. والا هذوما لي سباتول، هذوما سيليكون، ما لازم تكون كاليتي باهيه. وكاهو نخليها هذيا الكل حتى تكشي تشتج ديجا هيك بديت باش نسلطيهم الكل لك الخضره هذيك الكل. ومن بعد يبدا البطاطا نتاعنا حاضره، الفاخس حاضره، نبداو تك 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 تك. كما نقلينا البطاطا نتاعنا، حضرنا الفاخس. دونك توا جوست الفاخس باش نعمل لها هكا ضربه بالروبو خاطر الدجاج قصيته خشين شويه. دونك باش اكل لي زيبيس الكل يدخلوا في وسط الدجاج وتولي عندنا كباد باش نجمو نحطوها. باش نحط هنايا ضربه بالميكسر. هنايا عندي البطاطا، باش تقولوا لي علاش قصيتها ياسر جويده؟ على خاطر انا نحبها تجي تتقرمش. دونك هوني باش نحط الفاخس نتاعي. قولوا لي شبيك ما حطيتش فخوماج، شبيك ما حطيتش نانانانانيي. توا ماشي نحط حتى شيء، جوست هكا باش نغطيها. ومن بعد في الاخر بالكل باش نحط الفخوماج هذايا نتاع الغراتان. هنايا باش ناخذ بريزيدون نتاع الغراتان، هذا اللي تحطوه ديما من فوق يعطيك الكولور الدوري مزيان على الاخر ويفوح بلوس. باش ناخذ الغراتان نتاعنا سبيسيال غراتان بريزيدون ونحطو فرشه كامله. توا ديريكسيون فور على 180 درجه في صافي 15 مينوت جوست اكل الفرماج باش يعمل غراتيناج من فوق. وكهو البلا نتاعنا يكون حار. خفلف ولا مش خفلف؟ الغراتان نتاعنا خرج من الفور حسيلو كل فرماج يتجبد وريحتك الفاخس هذيك والفريت اللي محطوط في وسطه حاجه ياسر ياسر بنينه. اي سورتو ما تشدش برشا وقت، حبوا هكا تعملوا بلاتو فيه الدنيا الكل، حطوا كل شيء، رشه بطاطا، رشه فاخس، رشه فرماج هكا باش تجيكم التجبيده البنينه، شويه معدنوس من فوق. العباد الكل تاكل تبدا فرحان ولا بنينه ولا بنين. هذا المطلوب. الشيوات نتاعي حضروا وبيان سور نستناو شقان الفطر باش نعملوا ديغوستاسيون. وبطبيعه المساند الرسمي نتاعي شكون للماكله التونسيه البنينه؟ البوقة. واليوم اخترنا البوقة ليه؟ وبطبيعه باش نروي ورويحنا بعد شقان الفطر اخترت الصافيه باللار. كيف العاده لازمكم ترويو رويحكم بالكدا باش ما تعطشوش وقت الصيام نتاعكم ما تحسوش بالعطش. فهمتوني؟ حسيلو. وهذوما هما التبارات نتاعنا اليوم، شيوات التنويشه اليوم. دونك تلقاوهم لي غوسيت كان ما خلطتوش عليهم تلقاوهم مفسرين وين على اليوتيوب نتاع تنويشه ولا نسمى كوزين. كي جربتو ما تنساوش تبعثوا لي الفوتو كيما العاده. اوكي يلا نبوسكم برشا. انا غدوه في نفس التوقيت في شهوه جديده مالحه وحلوه مع التنويشه. نبوسكم برشا. اي ادما لبريك اهوا والشربة اهوا الحوت اهوا كافتاجي اهوا الحلو اهوا والزيت اهوا هذا المطلوب.